البيت هذه قداش طلفة؟ هي طلفة 35. 35 قداش خاد؟ هي عمرها 2014. تونسية؟ من برا. توتوبسيون ولا؟ كامل توتوبسيون، ديناميك، كامل كل شيء. فهمتها فارق للترفيتاس، جي باراس، كامل كل شيء. فهمتها؟ قداش سموك فيه؟ سموني فيها 32. 32 شبيع كل شيء بالتسهيل. والله يعني ترى في السوق راقده شويه، فهمت؟ اي هذا هو السوق راقد شويه. فما شبيه اليوم السوق؟ والله السوق اي السوق ما ناش نقول لك، ترى فما يعني معبي صحيه وكل شيء، لكن فما الشاري الشاري صحيح، فما قشار، فهمت؟ كما السيد هذا بكر جاني مثلا قشار في بعضنا، فهمت؟ فهمت؟ يجي يقول لك 30 مليون، فهمت؟ معناها حتى راس مالي ما تحصلش عليه. ها والله شاني علاش يقول لك ما تاخذهاش من عند قشار؟ علاه؟ والله فكره، ما فكره ماشي هي فكره، خاطرين الناس كل كاين قشار بالعكس، فهمت؟ قشار اي بالضبط، القشار يفهم يعرف، شوف فما شوف فماش اللغه القاعده تدور. يقول لك هذه راهي مولاتها امراه، هذه راهي مولاتها طبيبه، علاش تو العباد تولي ماذا بيه ياخذ كرمه من عند امراه ولا من عند طبيبه؟ لا ينجم يكون هي مثلا تنزع اللومبرياج مش كيما الراجل، فهمتنيش؟ بالعكس فهمت بالحق، فما ساعات امراه تسوق خير من الراجل، ساعات معناتها تلقى زاد يعني الكرمه في دين المراه ما تسوقهاش بالباهي. والا ساعات يعلق لك السيكل نتاع الطب يقول لك هذه كرهبه طبيب. فم 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 هذا اي لا لا فم خاطر طبيبه معناها يقول لك معناها من العايده نتاعو للدار، فهمت؟ كيف بدا عنده جارد بالليل؟ اي والله العظيم والله العظيم والله العظيم اللي عارف، فهمت؟ كل انسان وفكرته برا. خلينا في الصحيح، علاش الاسعار شعلت فيها النار؟ الكهرباء اللي كانت تخدم 30 ولا 35 كانت ب 20 ب 25، علاه؟ مربوطه بالفسيار، الفسيار كي سكرت الديار وهي غلت الكرام، فهمت؟ فهمت؟ تو كيما شفتها كيما هذه، شفت كيما هذه في الدار، في الدار معناها ب 47 مليون، وتروا سيلندر 47 مليون، هذه اخت هذه في الدار ب 47 مليون وتروا سيلندر وموديل دي بازيك ما فيها حتى شيء. اليوم ظهر لي اللي عامل البرويطه تاع ماكله واللي جاي يبيع في ماكله، هذوك الفرحانين وذوك الشيخين وذوك اللي بيعوا، اما اللي عندهم الكراهب اليوم ما بيعوا حتى شيء. اليوم ما بعناش، والجمعه اللي فاتت ما بعناش، وماشي مش بالكدا بالكدا. علاه؟ ما غلات الدنيا والناس ما عندهاش فلوس، فهمت؟ والاوكازيون نقولوا نحن المستعمل هذا ما عادش ماشي برش، فهمت؟ اللي هذا يمشي الليزينغ، فهمت؟ يقول لك نسبه كهرباء جديده ونخرجها بالشهر، فهمني؟ يا يعني نقعد كهرباء كيما هكا تقعد ثلاثة أربعة أشهر. شنو الكهرباء هذه ورينا؟ أي إكس هذه سيتروان أي إكس. أي. طلب فيها؟ طلب فيها 7.5. قداش خاد؟ خاد معمورها هذيك، ما منشوش هذوما قداش خاد. موتورها مبدل؟ لا موتورها جديد موتور. مبدل؟ مبدل مبدل جديد، ما يبقاش فيها عمرها كامل الموتور هذاك. مبدل جديد. نعم هذاك كان عمرها 27 سنة بشوفها موتورها هو. هذا يشريها مولاها اللي يعرفها، فهمت؟ هاي فما عنا الاصغر، تحب تشري الاصغر مرحبا بيك، انا نتاع 7 مليون وانا نتاع 60 مليون. علاش يقول لك الكهرباء خذها من عند امراه وما تاخذهاش من عند قشار؟ شنو هي قشار؟ شو معناتها قشار؟ والقشار منين شاريه؟ مو شاري من عند امراه ولا شاري من شريك ولا شاري من والمراه تعرف تسوق اكثر من الراجل؟ تتصور انت في بالك المراه سيسه على الراجل برشا؟ لا ما تمشيش برشا سيسه، ما تمشيش برشا، ما تمشيش برشا، ما تمشيش برشا المراه، فهمت؟ الراجل ينجم كيلومتراج ياخذ برشا، فهمني؟ ياخذ برشا كيلومتراج. علاش القشاره ماخذين عليهم فكره يا خويا؟ يقول لك تاخوش من عند قشار، القشار راهو يخدم مخه يربح فيك برشا فلوس. فكره انا كرهبتي هذي مشني قشار، انا هذي كرهبتي. القشار سرحت فلوسه في كرهبة معناتها مش يلعب. اموره هذيك، هو يحب يخدم على روحه وانت تحب تخدم على روحك. هذي كرهبتك انت؟ هذي كرهبتي خاصه هذي. نتاعي. هذيك تاع 60 مليون. مولاه هاو بجنبك مولاه. هاو مولاه بعدك. لا ما عادش مولاه، مولاه واقف بحذاك. انت على سؤالك معناها تحب تاخذ هذه بسبعه ولا عندك فلوس تاخذ هذيك الكرهبه ب60؟ انت كيفاش تبيع هذه بسبعه؟ باش تزيد عليهم 50 وتاخذ هذيك؟ لا عندي حاجه اخرى، مشروع اخر، ما نجمش ما تضبطش علي وتقول لي علاش باش تعمل. انا ما تقول له راني مسبح الجنيني، فهمتني؟ حاجه بفلوس هذا. اي واللي باش يجي يشري ما يجيب معاه ميكانسيان راه، فاهم؟ ما يشريش وحده راه. ويشوف ويقلب ويعمل دوره ويهز المعاينه، فهمت؟ الغشه على العجله بلغتنا احنا بيوصل حتى العجله يغسلها بالكوكب، ماء وسكر باش تقعد تلمع. لا ما تحكيش هكاك، لا لا
لا لا اخزر لي هذا امور. لا شفت بعينيك هو يحب ينظف كهربته، وانت صناعي، انت صناعي باش تشري لك صناعي. انت تمشي تشري ابارسات، تشري تليفون ما تجربوش، باش تشري تليفون برك ما تجربوش. ما لا فوالا حديث شنو هو زاد يجي يشري كليو يشري كهرباء ب7 ملايين، تفهم فيه عمرها 27 سنه ويقول لك رانا نقاها نظيف، شنو معناتها؟ تو هذه هاك تشوف فيها، تفضل شوف انظفت ايش خدم فهمني؟ ان شاء الله اول حاجه هذه بيه، اول حاجه لاحظناها الباب باش يتحل لازم تكون ذكي ما تنجمش تحل الباب. ها تفضل شنو هي انت تحبها بالبوطون بال تحب تاع فيراري تهزل فوق ياك عليك واحلى القعده هذيك. بارك الله فيك، مرحبا بك. حتى ما بعتش اما الضحكه ديما في وجهه. لا نحن نجيو نبيعوا ولا ما نبيعوش عادي ديما الضحك موجود. وليد تجيو تصرفوا كاهو. نصرفوا بالطبيعة باش تجيب بلاش مصروف. فهمت. هاي ان شاء الله باش تبيع. ان شاء الله باش تبيع 7.5. مرحبا بك. سو لا تفهم منها شيء غالي غالي. انا الصباح جبت بعد كره بعتها ب 21 اس جي، عامل لها حسابي في بيت عام 17 18 بعتها ب 21. اي سي زي ويمكن سمسار زاد الخدام. انا تستغرب السويه نتاع الكراب، تستغرب مش كل عام تزيد، يمكن كل شهر تزيد الكراب، ويمكن كل جمعه تزيد، ويمكن كل نهار تزيد الكراب. مخك يحبس ما تفهم شيء. هالغلاء هذاي اللي دخل في تونس ما فهمناش، بيسيات عباد مش عارف، ما فهمتش شيء غامض. نقطه استفهام صاحبي برجلين، تفهم منها شيء هذا السوق فهمني. والزوالم عشان لازم يخلط باش ياخذ كهرباء جديد، شنو باش يمشي يعمل قرض باش يخلص؟ إذا تقصت ما يسرعات شيء، تزيد الكراهة وقت تشوف فيها الأسواق، معناها كل شيء غالي غالي غالي، أنت فاهم شيء، مشكلة صاحبي، مشكلة وممكن ما فيهاش حل المشكلة هذه. يقولوا لفسيات، شو تقول؟ إن شاء الله لكون يحلوا لفسيات، علاش لا؟ تولي أسهل، على الأقل يسهل للعباد شوي، الناس عايشة برا، ينجم يساعدونا باش يجيبونا الكراهة، على الأقل علاش؟ هيك تشوف تزيد. لفسيات الكراهة زادت؟ زادت. زادت زادت وقاعدة تزيد، كل يوم تزيد، مش كل شهر، كل يوم تزيد الكره، كل يوم تزيد الكره. انت قشار ولا شنو؟ لا انا مانيش قشار، انا ميكانسيان، جبت ونجيب كره نتاع الزميل نتاع، ولا نجي نشوف الواحد باش يشري، ولا نجي نبيع له فهمني، هذيك هي خدمتي انا. ودبرش راسك ما عند اللي باش يبيع، معناتها طفي الضوء على حاجه تضربها كلميه كلميتين اي من الاخر. لا لا ولا لا، ثم ثقه بيناتنا، ثم ثقه بيناتنا، ثم ثقه بيناتنا. وعلاش جايين على الثقه؟ لو كنا نعد من الثقه اش من زين. اخويا النار ومسمار. جينا من صفاقس باش نشريو كهرباء لصاحبنا. اقسم بالله وميكانيسيان ب 100,000 دار دار وما ثم حد شيء، يضرب 100,000 يروح. قسما بالله. شفتوا في ال 100,000. كي صفاقس كي تونس. جيتوا من صفاقس؟ والله من صفاقس، الاربع نتاع الصباح خرجنا. والله. جيت فرقس على كهرباء. على كهرباء. هو ما شاء الله الكراب خيرات هاي متايش كلها قشره تدور برا ما ثم شيء طلع في الاسواق. الحاجه اللي انا ما فهمتهاش، كهرباء قد ما تزيد في العمر قد ما تزيد في السوم نتاعها، تلقى عمرها 20 سنه وسومها اغلى من اللي خرج من الدار. مش عند العباد الكل، ثم عباد تسيد، ثم عباد 5 سنين تولي ما تعملش حتى شطر حق، وثم عباد تقعد 30 سنه تقعد سومها اكثر من اللي شراه، ثم عباد في ساعتها تك. انت شنو الكهرباء اللي ناوي عليه؟ بي ام هذه ان شاء الله كانت كذبت، ان شاء الله. اه الميكانيسية اشكر فيها والله اعلم. 32 مليون. الميكانيسية اخويا الخبير هوني. ان شاء الله. احكي لي شوية على الكراب. والله الكراب الاسواق غالية برشا. عليه علاش برشا؟ ممكن خاطر الكورونا ممكن ما عرفش. بدت برشا الاسواق نتاع الكراب تبدلت. بحكم انت خبير نحب نسك سؤال هذا، قبيك كنت صافي كهرباء قلت له كهرباء هذه قداش ماشيه؟ قال لي لا، قل لي وقتاش تبدل الموتور نتاعها؟ الموتور نتاعها عندي شهر ملي بدلته. اش معناتها؟ معناها هو مش افار، معناها يقول لك راهي بدلت عندها شهر ولا حاجه، مش قاعده فهمت كيفاش؟ احتمال يكون كهرباء بدل لها موتور ولا ما عرفش شنو كيفاش. كهرباء كي تبدل لها موتورها تقعد معناتها كيما العاده ولا ترخي؟ لا ما تقعدش كيف ما العاده. مش كيف حتى في الفالور نتاع السوم مش كيف يتبدل السوم اكيد اكيد يتبدل السوم. الاسعار شعلت فيها النار. الكهرب اللي كانت قبل تخدم ب 15 وصلت ل 20 و25 علاش؟ والله الدينار التونسي طاح وتنحت الاف سيارات، تنحت الاف سيارات تنحت فهمتي هيك هو الاسواق طالعه. انت شو بايع ولا شاري هون؟ انا نبيع ونشري. قشار قشار باهي. ايش شنو حكايتكم يا قشار؟ علاش يقول لك العباد يا اخويا نتهرب ونخافوا من القشار ما ناخذوش من عنده؟
لي ذوكم ما يعرفوش يتكلموا والسوق ما فيش الصحيح اللي يحكوا معاك كما نتفرج فيهم وكله غلط والكل ما فماش تو تعرف سوا تو الناس الكل تعرف اذا كان ما يعرفش بالجيب معاه طولي سمسار ميكانسيان تهنى وطمان يذيك ما حد شيء وتو حديد يحك في حديد في الوقت الحاضر فهمتي ولا يعني امور السوق تعب على الاخر تعب من الاسوام غاليه وما فماش نظيف يقول لك تخوها من عند قشار يصرف عليها يحط عليها فلوس وكل شيء وبعد يربح فيها كالزوزة كتلات لذي ما ثماش بالكل أنا نعطيك تصديق لكلامي أنا ما ثماش بالكل هذي بتاتن كلها تتكذب ذيكم يحكي يا ما عنده ما يحكي يحب يكثر كمل احتراماتي الكذب كثر ياسر نتيجة صفر ما شاء الله كدورة كي تشوفوا بعينيك تخلق راهب في البلايس الكل مفهميش كرمات شكون شريه ولا كرهبة خارجة كل دقدق الأكثرية قليل الكل تشوف فيها حالتها تعبة والسوام طالعة فهمتي يا ودي ثم كما تعرف اسمع أي وظيفة أي خدمة أي صنعة توجد فيها البهي والخير فهمتي ولا يعني ما تقولش كذا واحد يعني اللي يحكي معاك الكل ما يحكوش الصحيح ما يحكوش الصحيح مفهميش الرسم أما نعطيك حاجة أسوام طالعة ياسر وبيع مش والبيع والشراء مفهميش بالكل هذه أول حاجة فماش بيع وشراء وثاني حاجه تشوف فيها العباد والدينار طيح والبياس غاليه ياسر البياس زاد فيها تريبل البياس زاد فيها اغلى اكثر ما تصور في بالك فهمتي الامور مش هي بالكل فهمتي ولا اول حاجه تعرف شنو رابحين فيها اللي دخلوا في الكراب رسل اموال وكذا هذيك نتيجة مش باهية بالنسبة أنا ما تعجبنيش نتيجة تو الحل شنو باش الكراهب ترخص ترجع الكراهب كما كانت قبل ترجع لفسيير ويسهل المواطن ترجع لفسيير ترخص الكراهب ترخص الكراهب والبيس داشي غالي ياسر.